السلام عليكم، حياكم الله شيخ ماهر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله. شلونك سمحت شيخ ماهر؟ احببت اخذ من وقت جنابكم نصف دقيقه. بخدمتك. حياك الله شيخ ماهر. كما تراني الان، انا فتحت لحضرتك الكاميرا، تراني الان حياكم الله. انا مصري من مصر، اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. اهلا وسهلا، شرفتني. في يدي كتاب تفسير الكم كما ترى الان سمعت شيخ، تراني الان حياك الله. اشكرك. حياك الله. في يدي الان كتاب تفسير الكمي لعلي بن ابراهيم الكمي، وفي هذا الكتاب في بحار الانوار ولد السابع يذكر لنا روايات ايضا في هذا الكتاب تفسير الصافي، وفي الكتاب ايضا في كتاب سليم بن قيس، كتاب سليم بن قيس بيذكر لنا ان الامام سلام الله عليه جمع القران وعرضه على الصحابه، فمنهم من رفض فقال والله لن تروه حتى يخرج مع ولد الحجه. احسنت. نعم احسنت. نعم. الإمام بقى ما كان بيصلي، الإمام علي ما كان بيصلي، كان بيقرأ بالقرآن اللي جمع عثمان ولا القرآن الذي جمعه سلام الله عليه؟ حبيبي، لا فرق بين القرآنين، لأن القرآن واحد. لا فرق بين القرآنين. لا، في فرق يا شيخ. القرآن واحد، ليس فيه تحريف وليس فيه. الذي جمعه علي بن أبي طالب كان فقط ترتيب تأويل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان التأويل من رسول الله، أليس كذلك؟ فقط الشرح، يعني ذاك التفسير. جميل جميل. بص بقى يا شيخ، هذا تفسير الإمام العسكري كما تراه الآن، تفسير البرهان، تفسير الشريف المرتضى، العياشي، المعين، نور الثقلين، مجمع البيان، تفسير الأمثل، مختصر تفسير الميزان، تفسير شوبر، التأثير في تفسير القرآن، قدوة التفاسير. قال كلامك ده، كلام حضرتك موجود فين؟ لأني في بحثي والأدلة التي سأسردها لك الآن، إن الإمام جمع القرآن كما أنزل، ليس التأويل، بل إن القرآن الذي جمع علي بن أبي طالب فيه آيات لم تكن في القرآن الذي معنا الآن، والإمام أبي عبد الله قال اقرأوا الذي معكم حتى يخرج الإمام المهدي من المصحف الذي معه. إن شاء الله أرسل لك الدليل على أنه هذا القرآن الموجود بين الدفتين هو نفس القرآن اللي موجود، اللي عند الشيعة واللي عند السنة. ازاي يا شيخ السيد نعمة الله الجزائري رئيس العلماء قال بتوتر تحريف القرآن؟ ايضا الفيض الكشاني في هذا التفسير، في تفسير الصافي، قال وكان شيخنا محمد بن يعقوب الكليني يعتقد بوجود الزيادة والنقيصة في القرآن، وعلي بن ابراهيم القمي قال حرفوا. تسمح لي؟ تفضل. هذه كلها روايات. لا 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 لا، انا ما جبت لك روايات. هل انا قلت لك قال ابي عبد الله؟ انا ما اتيت بروايات، اللي اتيت به اقوال علماء. أنا أذكر لك أقوال علماء ولم أحججك بروايات. لماذا نترك هذا، يعني هذه الروايات التي ترى، لماذا نترك كل هذه الكتب وهذه البحوثات من المدرسة الإخبارية جمعتها تثبت لنا أن القرآن الذي بين أيدينا ناقص؟ لماذا نرفض أكثر من 2000 رواية وردت عن آل البيت يا سماحة الشيخ؟ بس انت اعطيني مجال. تفضل. انت محضر نفسك كويس. اعطيني مجال. تفضل. وان شاء الله انا ارسل لك الدليل على انه القران ما فيه اي تحريف برأي العلماء، والقران اللي موجود هو هذا نفس القران. طب انا لو اعتقدت بالتحريف سماحة الشيخ، هل انا يعني تكفرني بهذا؟ انت لانك مدرسة اصولية، انت تبع المدرسة الاصولية، هل تكفرني لاني اعتقد بالتحريف؟ الذي يعتقد التحريف في القرآن. نعم. طبعا إشكال، راح يكون عليه إشكال يحتاج له مراجعة. يعني كافر؟ يعني أنت تكفرني؟ العلماء الذين نقلوا روايات، فقط نقلوا روايات ولم يقولوا بتحريف القرآن. من؟ أعطيني مجال. من؟ تفضل. من؟ أنت الآن اللي ذكرتهم هؤلاء العلماء مثل الكليني وغيره وغيره، نقلوا روايات. لا 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 يا شيخ، لا لا، هذا الكلام خطأ يا شيخ. الفايد الكشاني في تفسير الصافي في المجلد الأول هنا بيكون المستفاد من مجمع هذه الأخبار وغيرها أن القرآن الذي بين أذهرنا
ليس بتمامه كما أنزل على محمد، منه ما هو مخالف ما أنزل الله ومنه ما هو مغير ومحرف. وأنا أيضا عندي نعمة الجزائرية في الأنوار النعمانية يقول بتواتر القول بتحريف القرآن، حتى قال إن الأخبار المستفيدة الدالة بصريحها على وجوه، قال إن تسليم تواتري عن الوحي الإلهي في المجلد الثاني، لا هذا المجلد الأول، أقرأ عليك وافتح عليه، في المجلد الثاني قال إن تسليم تواتري عن الوحي الإلهي وكون الكل قد نزل به الروح الأمين يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع تحريف القرآن. حتى السيد الخوئي في مجمع البيان هنا يا شيخ، في هذا مجمع البيان، مجمع البيان السيد الخوئي أخبر بأننا لا نستطيع أن نقول، قال أن هذه الروايات، كثرة هذه الروايات، روايات التحريف تورث القطع، القطع بصدور بعدها عن المعصومين، ولا أقل من الإطمئنان بذلك. ألاف روايات شيخ، يعني لا يصلح نحن نرد تراث كبير من تراث آل البيت. بس ممكن بس تعطيني مشان اتفضل، أنا أرسل لك إن شاء الله الدليل اللي يريح قلبك. طيب تعطيني سماحة الشيخ ماهر، حضرتك مدرس في الحوزة؟ نعم. أنا أدعوك يا شيخ أنك تكون تبع المدرسة الإخبارية، دعك من المدرسة الأصولية التي انقسمت إلى عدة مدارس يا سماحة الشيخ. ما كنت تبع المدرسة الإخبارية، لا أبدا ما كنت تبع المدرسة الإخبارية. لا أريدك أن تتبعها يا شيخ ولا تتبع المدرسة الأصولية. أنا من المدرسة الأصولية. أعلم، أنا أقول لك اتبع المدرسة الإخبارية التي نقلت لنا هذه الأحاديث وهذه الآثار وأقوال أهل العلم، فمحمد بن يعقوب أتتبعها. لا أنت تخالفها يا سماحة الشيخ، أنت أخذت بعلم الأصول، هل آل البيت كانوا يقولون بعلم الأصول؟ هل آل البيت كانوا يقولون بعلم الحديث؟ أنت هل الكافي ترى في الكافي أحاديث ضعيفة؟ علم الأصول صحيح علم متأخر، لكن هو ما أجى من بعيد، هذا العلم ما أجى من بعيد. أخذتوه من العامة يا سماحة الشيخ، أخذتوه من العامة. أنت صوتي قطع عندي شوية، مو كل الكلمات. أنت أخذت علم الأصول وعلم الحديث من العامة، وآل البيت لم يعلمون هذه العلوم. لا لا بالعكس، العامة ليس لديهم أصول مثل الأصول التي عندنا. أجيب لك كتب علم الأصول عندهم. هو قواعد، الأصول هو قواعد مولاي. قالها آل البيت، الإمام الحجة سلام الله عليه لم يأمرنا بهذا. أنا أتمنى حضرتك لا تغضب من كلامي. بس اسمح لي، ليش ما كان اكو علم واضح للاصول في ذلك الزمان؟ باعتبار ان الامام المعصوم هو اللي موجود، هو اللي يطرح الواقع عند الله، فالحديث لما يخرج من الامام هو يطرح الواقع عند الله. انت بتقلد من سماحة الشيخ؟ سماحة الشيخ ماهر، حضرتك بتقلد من؟ نعم؟ حضرتك بتقلد من؟ انا اقلد سماحة آية الله الشيخ اليعقوبي. الشيخ اليعقوبي يعني عنده بعض الاتزان شوية، غير المدرسة التفكيكية مدرسة السيستاني، وغير المدرسة العرفانية مدرسة التي عليها الغميني الآن والحيدري وغيرهم. ما شاء الله ما شاء الله عليك، ما شاء الله متبحر. نعم نعم، وغير مدرسة أفكارك. نعم، وغير مدرسة الدجال ابن قاطع أحمد بن الحسن اليماني، هذا المقطوع النسب الكذاب تعرفه طبعا. إذا أنت تبع مدرسة أحمد بن الحسن اليماني. لا، هذا ابن قاطع، هذا كذاب يكذب على آل البيت، هذا زنديق أحمد بن الحسن اليماني. أنا خفت من هذا الطريق. لا 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 لا، أنا دارس مدرستي، وأيضا لست أنت لست تبع مدرسة الصرخي الذي يزعم أنه سيد المحققين. ما شاء الله كذا، والله يحفظك. آمين، الله يحفظك. أنت تبع مدرسة من؟ أنا؟ الإحسان؟ لا، لست تبع مدرسة الإحسائي. عايز تعرف أنا تبع مدرسة مين يا سماحة الشيخ؟ نعم. أنا تبع هذه المدرسة. انظر إلى هذا الكتاب. إلى القرآن الكريم. نعم نعم. أنا يا شيخ. احذر 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 احذر، لأنه الخوارج أيضا حشاك حشاك حبيبي. نعم. بس افهم يكون. لأن الخوارج أيضا قالوا نحن تبع القرآن ولا حكم إلا. لا أنا أقول لك تبع من؟ أنا لم أكمل. لا أكمل، أكمل حضرتك. أنا لست إخباريا ولا أصوليا، أنا من أهل السنة والجماعة، أتبع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الله أثنى على من اتبع المهاجرين والأنصار بإحسان، ومحمد بن يعقوب الكليلي في هذا الكتاب
في كتاب الكامل يقول أنهم مرتدين كفار. أنا أتبع أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي تزوج النبي ابنته، وأتبع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي زوج علي بن أبي طالب ابنته أم كلثوم إليه، وأتبع عثمان ذو النورين الذي تزوج اثنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتبع الإمام علي سلام الله عليه الذي تزوج بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصحب الكرام محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وأنا والله من هذا أريد حضرتك أن تفكر لعل الحق مع غيرك. صوت قطع آخر شيء، ماذا تريد؟ أريد حضرتك أن تفكر فلعل يكون الحق مع غيرك في بعض المسائل. أما الصوت قطع، ماذا تريد أعد؟ والله الصوت قطع ما سمعت. أريد حضرتك أن تفكر فلعل الحق قد يكون مع غيرك في بعض المسائل. في مع شنو؟ مع غيرك شنو؟ هغلق الكاميرا حتى تسمعني، انا مش هقعد اعيد بقى حتى ان اقول لعل الحق مع غيرك في بعض المسائل. احسنت، لعل الحق مع غيرك. في الحقيقه انا من غير ما تقول انا فكرت وحسبت ودرست، انا ما اجيت بتقليد اعمى حقيقه، يعني ما اجيت بتقليد اعمى، انا فكرت ودرست وحققت. طيب يا شيخ، درست هل عندك آية في القرآن الكريم على إيمانك أنه يوجد 12 إماما منصبا من قبل الله تبارك وتعالى؟ هل كل شيء ذكر في القرآن؟ نعم، الله قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. الشيطان إبليس مذكور أكثر من 60 مرة في القرآن، طار الشيطان وطار إبليس. أنت الآن يا شيخ اسمعني، حضرتك زعمت وعياذا بالله سامحني تكذبون على الله وتقولون أن الله نصب 12 إماما وأن إمامتهم أعلى مرتبة من النبوة. هل تستطيع من هذا الكتاب 6236 آية اللي في إيدي الآن الذي تراه، تستطيع أن تأتيني بآية تخبرني بهذا الإيمان بالأئمة؟ اسمعني حبيبي، أولا لا نكذب على الله سبحانه وتعالى، هذا أولا. ثانيا نحن نستقي معلوماتنا من اثنين، الكتاب والسنة. ما احنا لسه، انت لسه حضرتك طعن في السنه، هو جبت لك السنه 2000 روايه قلت لها ردهم في ثانيه، فالسنه عندك ليست صحيح. القران الاول يا شيخ، يعني حضرتك ممكن تمسك القران في يدك وتقف في ميدان عام وتقول انا سماحه الشيخ الشيعي ماهر اقول ايماني لا يوجد في كتابي. اليهودي والنصراني يا شيخ بيستدلوا بهذا الكتاب، هذه هي التوراه يا شيخ وهذا الانجيل، انظر في يدي الان، ده الكتاب المقدس الذي يزعمون بتقديسه، التوراة والإنجيل. لو سألت يهودي أين إيمانك في التوراة هيمسك التوراة كذا ويقول لك، النصرانة تقول له لو أين إيمانك في القرآن هيمسك لك العهد الجديد ويقول إيماني في كتابي هذا. أما الشيعي لو مسك هذا الكتاب الذي في يدي الآن وقيل له أين إيمانك في هذا الكتاب يقول لا بد أن أرجع إلى السنة، لا يوجد في هذا الكتاب. لا 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 لا، انتظر، إيماننا موجود وموجود في القرآن وموجود نص قرآني. أولا نحن نؤمن بالقرآن، نؤمن بالقرآن، ثانيا نؤمن بالنبي، وثالثا نؤمن بالوصي الذي بعد النبي. هات يا شيخ بقى القرآن ده، الذي نص عليه القرآن. هات. نعم، أين الآية في القرآن؟ نص الولاية؟ نعم، بس انتبه، أنا الله سبحانه وتعالى قال في سورة آل عمران، هنا انظر يا شيخ، انظر في آل عمران قال سبحانه وتعالى، أنا بفتح طيب قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لماذا يا رب؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فيأتي هذا ويقول لك آية الولاية تدل على إمامة علي. فين لو احنا جبنا واحد عربي قرأ، اسمعني يا شيخ، قرأ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فين علي وإمامة علي؟ آية الابتلاء دليل على إمامة علي، آية المباهلة، آية التطهير دليل على عصمة أهل الكساء. فأما الذين في قلوبهم زيغ بيعملوا فتنة ما بين المسلمين فيأتوا بأمثال هذا المتشابه. تفضل. القرآن واضح لو مو واضح؟ القرآن بآية المباهلة، واضحة لو مو واضحة؟ اقرأ آية المباهلة. فمن حاجك، ما معنى الآية؟ لا لا لا، ازاي يا شيخ؟ يعني مش ده الثقل الأكبر؟ فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ونبتهل ونجعل لعنة الله على وأنفسنا وأنفسكم وإيه؟
أنفسنا وأنفسكم. نعم وبعدين؟ ما صوت. أكمل الآية، أكمل الآية. وأنت نكتهم فنجعل لعنة الله على على من؟ الكافرين؟ كاذبين. أحسنت، الكاذبين. من هذه الآية شيخ؟ فمن حاجك في هذه هذه كانت المباهلة ستكون بين نصارى بني نجران وبين النبي. هل حينما قال النبي وأنفسنا وأنفسكم اللي أنت بتحاول تستدل بيها، هل فهم نصارى بني نجران من هذه الآية؟ أولا أنا ما أستدل بيها اعتباطا، ما جبتها من الغيب، أنا أستدل بيها من خلال الروايات الموجودة في بطون الكتب. يعني مثلا لما جاء للمباهلة من جاء مع النبي؟ ما هيأتي معه أهله يا شيخ، هيجيب مراته، يعني هيجيب بنته، هيجيب زوجته، هيجيب بنته، هيجيب أبنائه، هيجيب الحسن والحسين وعلي. لكن هل يفهم من هذه الآية، فهم نصارى نجران من قوله وأنفسنا وأنفسكم إن هم نفس، إن هم نفس إذن واحدة؟ إذن اسمح لي مولانا العزيز. نعم. إذن هل نفس النبي هل يكون علي بن أبي طالب؟ لا، ليس نفس النبي علي بن أبي طالب سلام الله عليه. كيف؟ لأن الآية لم يفهم منها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفهم منها نصارى بني نجران، لم يفهموا منها أنه نص النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. بدليل الله سبحانه وتعالى قال أنا عندي شيء. إذا لماذا جاء بعلي؟ لماذا جاء بعلي إذا كانت أنفسنا لا تستدل بها على علي؟ من لماذا جاء بعلي؟ طب جميل، علي نفس النبي، طب إزاي هتزوج بنته؟ يعني علي تزوج بنته بقى؟ نفس النبي؟ لا، نفس النبي أي شنو؟ أي سنخية واحدة، أي سنخية؟ يعني نقدر نقول سنخية واحدة، يعني من منبع واحد، من سنخ نور الله كما تزعمون، من سنخ نور الله كما تزعمون يا شيخ، من سنخ نور الله كما تزعمون. أنا ما تجد هذا الشيء، يعني انت ترى كذا سنخ نور الله. طيب انت رجعت الفلسفه تاني ليه يا شيخ؟ ما اسمع صوتك ده يقطع. طيب جميل، انت بتقول علي هو نفس النبي، طب انا عندي ايه تقول ان ابو بكر نفس النبي. استدل. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. الله، النبي نفس الصحابة، لماذا لا تكون الصحابة معصومين بأي شيء؟ لا، المعنى مختلف. ليه بقى؟ ما هي هي نفسها هي. لا تخبط الأمور، هذا متشابه اللي أنت ذكرته الآن، هذا متشابه. الله أكبر، هذا متشابه واللي أنت جبته من العالي نص النبي. لا متشابه، مو نفس، هنا الدليل مختلف عن هنا. تمام، حسب الآية ونزولها ومكان نزولها وأسباب نزولها، هنا آية مباهلة، هنا آية تختلف من أنفسكم، يعني مثلكم، ما جايب لكم واحد ملائكة ونزولها. جميل، علي نفس النبي زي تزوج بنته، جبت لك آيات للصحابة أن الصحابة نفس النبي. طب أجيب لك آيات أن زوجات النبي من نفسه؟ شلون؟ الزوجات الآية في سورة الأحزاب، يعني أصلا يذكرني إياها اللي بتتكلم عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لا، مش لا تتكلم عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، الآية اللي بتتكلم عن الزواج. الله المستعان، نسيت الآية. بعضنا قد أذكرها لي. الآية عن الزواج، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من إيه؟ من أنفسكم أزواجا. لا، من أنفسكم. نعم. اسمعني، من أنفسكم مش من أنفسكم. يبقى عائشة نفس النبي صلى الله عليه وسلم، إيه رأيك يا شيخ؟ لا. ليه يا شيخ بقى؟ يعني مش معنى، يعني بتاعت حضرتك تجر وبتاعت أنا لا تجر. يعني أنت قلت علي نفس النبي، جبت لك الصحابة نفس النبي، قلت لي لا، جبت لك عائشة هو من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. عائشة نفس النبي بنص القرآن هو يا شيخ. لا، هنا الآية راح تختلف تماما. هنا النفس غير ايش النفس يا مولاي، تختلف تماما، الآيات تختلف. عجيب، نفس عجيب النبي. عجيب، عموما هو عجيب. ليش؟ واضحة. طيب خلق لكم من أنفسكم أزواجا، يعني شنو؟ يعني من نفس الخلقة، من نفس البشر، من لكن علي نفس تاني. طيب يا شيخ، إيه رأيك نحكم الإمام علي سلام الله عليه في هذه المسألة؟
حكم. ما هو قول الإمام علي في هذه المسألة؟ اعتني بقول الإمام علي والكتب خلفك هي. هقرأ عليك فضل الله مكتبة شيء يمكن مش موجودة عند حضرتك. هقرأ عليك اللي أنت تريده كله. أين قول الإمام علي في آية المباهلة؟ عندي تفسير البرهان هو، تفسير الإمام العسكري، تفسير الشريف المرتضى، تفسير العياشي، تفسير المعين، تفسير نور الثقلي، تفسير مجمع البيان، تفسير الأمثل، تفسير شبر، تفسير الميزان، تيسير في تفسير القرآن، قدوة التفاسير، كل أيضا البيان للخوئي، كل ما هو قول الإمام علي في هذه المسألة. نرجع إلى التفسير أنا وأنا. أنا بس ما قلت لك أنت خلت الطيب مجال، اسمح لي أنا أرسل لك الأدلة. طيب ماشي اسمعني يا شيخ، انا مش عايز قول انك تقول لي الامام في تفسير الامثل قال كذا، او في تفسير نور البيان قال كذا، في تفسير البرهان قال كذا، لا انا عايزك تقول لي قال الامام علي سلام الله عليه. يا شيخ يا شيخ انت مجهز حالك؟ والله ما مجهز، اقسم بالله اقسم بالله ما مجهز. عموما ان شاء الله حضرتك تفكر، وان كان عندك دليل ان شاء الله كلمني. الله يحفظك ان شاء الله. انا سعيد بالتواصل معك ان شاء الله. والله يهدينا وإياكم على صراط المستقيم إن شاء الله. أمين يا شيخ ماهر، شكرا. سواء كنا على منهج علي بن أبي طالب أو على منهج آخر يوصلنا إلى الحقيقة المطلقة وهي رضا الله سبحانه وتعالى. يعني ما يعني منهج أبو بكر يوصل إلى رضا الله؟ والله الله شون شون؟ منهج أبو بكر يوصل إلى رضا الله؟ بعقيدتي؟ نعم. لا لا بعقيدتي انا ارى لا يصل، لو كانت بعقيدتي ارى انه يصل الى الله اذا كانت تبعته. إيه هل تعلم ان الروايات تقول ان اول من بايع ابو بكر هو ابليس؟ عدنا روايات صحيح. نعم جميل. والامام علي اقتدى بابليس اعوذ بالله وبايع ابو بكر. ما بايع ابو بكر. ولو اثبت روايات تقول ان علي بايع ابا بكر. ما عندك روايات تقول ان علي بايع ابو بكر؟ نعم نعم، بل اخذوه بكره. متأكد من ذلك يا شيخ؟ شدوه غصب عنه؟ السلام عليكم. عليكم السلام، مين معي؟ محمد هيثم وياك. شلونك شيخنا؟ حياك الله. معلومة تفيدك. نعم. في كتاب الله يقول إذا وقفتم على شيء ما تحضرني أنا الآية إذا تردوه إلى الله وللرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم. دي آية في القرآن. لما اتبعنا احنا وانتم اتبعتوا، احنا كلنا اتبعنا علي وابو بكر. اتبعت ابو بكر واحنا اتبعنا علي. احنا استندنا على هاي الآية. انما وليكم الله ورسوله والذين يؤتون الزكاة وهم راكعون. والذين الذين اتبعوا علي بن ابي طالب. نعم. انتم من اتبعت ابو بكر علي من استندتوا غير على كتاب الله لو علي من؟ طيب جميل. اول حاجه ارد على حضرتك ارد على هذا مال اجتمعت الامه. انا هسه انا وياك نجتمع ها ونجيب جماعه اخرين ونعمل ما نشاء. هذا مو يقصد البيع، يقصد نعم. البيع شيخ هذا مو طيب اول حاجه ارد على كلام حضراتكم انت والشيخ من عده ادله. اول حاجه الشيخ قال علي لم يبايع رضي الله عنه، لا ذكر مبايعه علي رضي الله عنه لابو بكر الصديق رضي الله عنه، ذكرت في كتاب الاحتجاج، وحضرتك تعلم كتاب الاحتجاج في كتاب الشافعي في الامام في المجلد الثالث صفحه 242. ولو تنزلت معه وان علي بن ابي طالب بايع مقرعا فهذا طعن في علي بن ابي طالب. هل النبي كان ممكن ياخذوه اقراعا ويبايع ابو لهب وابو جهل عياذا بالله، مع ان الامام عندكم اعلى مرتبه من النبوه؟ ده رقم واحد. رقم اتنين بتقول لي ان ازاي يروحوا ويبايعوا في السقيفه ويعني يجتمعوا؟ نعم يا حبيبي الدين كامل، اليوم اكملت لكم دينكم، ديننا كامل مش محتاجين امام منصب ياتي يكمل الدين بعد. هذا كله طعن في الائمه في 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 الدين. لا نحتاج الى امام منصب معصوم بعد النبي لان هذا استنساخ لنبوة النبي. رقم ثلاثة، دليل ما فعلوه أقره علي بن أبي طالب في نهج البلاغة معي هذا شيخ كما ترى. قال علي بن أبي طالب إنما بايعني المهاجرين إنما بايعني إنما الشورى للمهاجرين والأنصار فاجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا. يا شيخ سكت ليه؟ وحده وحده تعطينا مجال. اتفضل. سقطت وحده ورا الاخ، حنا ناقشين وحده وحده. طيب. اولا قلت بايع مكرها، اخذ للبيعه مكرها. حيدر القرار مكره؟ اولا حيدر القرار يكره يا شيخ؟
الشجاع يكره ويجرك الجمل ويبيع يا شيخ الكلام ده؟ نعم 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 نعم، لانه مقيد بوصيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي الوصيه؟ بس انه لا تشهر سيفا ولا تحدث اي شيء اذا صار يعني هاي الاحداث اللي صارت. طيب انت يعني ترى بكسر يعني الدلع يا شيخ ماهر؟ حضرتك ترى بعقيده كسر الدلع؟ بس ما دي في نفس المسألة، ترى بعقيدة كسر الدلع؟ نعم. ترى بعقيدة كسر الدلع؟ نعم. طيب كسر الدلع، كسر دلع الزهراء سلام الله عليها، كسروا دلعها وأسقطوا جنينها. نعم. طيب بالله عليك لو واحد جاي لك البيت دلوقتي وكسر دلع زوجتك تسكت؟ بالله عليك هيحافظ على بيتك شيخنا؟ بس اسمح لي. طيب. عبارة بعدين نرجع لهذا الموضوع. ما هي هي في الإمامة، ما هي هي مسألة الإكراه في هذا الكتاب، في كتاب الكافي أصبح الناس أهل ردة، الناس ارتدت إلا ثلاثة، علي وعمار وسلمان. فلو كانوا مرتدين إزاي إن سيدنا علي حافظ على بيضة المرتدين بقى مش بيضة الإسلام؟ ما سمعتك، ما افتهمتك. الصحابة ارتدوا بعد موت النبي، فازاي علي يحافظ على بيضة المرتدين؟ النبي بيقول له اسكت على ايش؟ طب النبي قال امر علي يسكت، لماذا رفع سيفه في الجمل وفي صفين؟ في صفين. لا، هو فرق، اكو فرق بين الكفر وفرق بين اللي يعني شلون نسميه مثلا؟ نسميه حلاوة بالقشط. عدم الانصياع، عدم الانصياع للوصية وال يعني اخذ بقول النبي صلى الله عليه واله وسلم. طيب الفرق بين الكافر وبين غير الكافر. نعم هو مسلم مسلم. طيب لماذا لم يتنازل لمعاويه؟ لماذا لم يتنازل لمعاويه ويحافظ على بيضه الاسلام كما تنازل لابو بكر وعمر وعثمان؟ منو؟ الامام علي سلام الله عليه. وما تنازل لابي بكر وعمر وعثمان. ما تنازل. لكن هي أخذت منه، هي أخذت منه بعد عثمان اجت البيعة. لما استلم البيعة معاوية هو اللي عدا عليه وأراد أن يحدث شرخا. يعني لو كان سيدنا، لو كان الإمام علي معه جيش لقتل أبو بكر؟ لو كان الإمام علي معه جيش لقتل أبو بكر؟ نعم. يقول لو وجدت 40 ذوي عزم لنهضتهم الأمر. الله أكبر. يبقى إذن حضرتك دلوقتي نقد القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسكت حفاظا على بيضة الإسلام. إزاي وهو لو كان مع ناس كان قتل أبو بكر؟ لا شيخنا على مالك وياي. النبي أوصى لو وجدت 40 ذوي عزم نهضهم الأمر، وإذا ما لقيت أحد وياك من المسلمين فلا تنهضهم الأمر. جميل. بهذا أيضا أنت تنقد الولاية التكوينية التي تخضع لها جميع ذرات الكون، وذكرها أيضا وأقرها الخميني في هذا الكتاب، في كتاب الحكومة الإسلامية كما تراه الآن في يدي، وأنت تعلم الولاية التكوينية. هل الإمام يحتاج إلى 40 رجل؟ رجل كلام متناقض خالص يا سماحة الشيخ ماهر، والله كلام حضرتك متناقض. لا بس اسمح لي. هل كان موسى يحتاج لميقات ربه 70؟ الله هو موسى، اعوذ بالله، هو موسى كان راح يحارب الله عياذا بالله علشان الله امر ان ياخذ 70 لميقاتنا؟ هو كان موسى دي مالها ومال دي يا شيخ؟ حتى نقول لكم علي رضي الله عنه تروحوا لموسى عليه السلام، نقول لكم ولايه التكوينيه لعلي تروحوا لسليمان واحياء عيسى للموتى، نقول لكم امامه علي تروحوا لايه الابتلاء وامامه ابراهيم. لماذا لا يوجد ايه في هذا الكتاب العظيم تنفع معتقدكم يا سماحه الشيخ؟ مو تقرا القران وفي قصصهم عبرة لأولي الألباب؟ وفي قصصهم فين دي؟ لا ما قرأتهاش. شنو هي؟ ما قرأتش الآية دي. فين وفي قصصهم دي عبرة لأولي الألباب؟ أول مرة أسمعها. الآية. الآية شيخ اسمها لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. كان في قصصهم. يعني أنا ممكن أستدل بهذه الآية على أن أبو بكر الصديق، إما حد يكلمني ويقول لي ما هو دليلك على إمامة أبو بكر الصديق أو على خلافة أبو بكر الصديق مثلا، إحنا ما عندناش إمامة وتنصيب وكده، أقول له الدليل أن موسى عليه السلام كان خرج مع بني إسرائيل وفرق الله البحر وأنجى موسى، وهذا دليل على إمامة أبو بكر. هيقولون عليها مريض يا شيخ، مجنون. أنتم ما في أدلة عندكم خالص. لا هاي مغالطة، لا هذا مغالطة، هذا الكلام مغالطة، لا ما مقبول، هذا الكلام مغالطة، ما يصير. أنا أنت تقول لي هل يحتاج بأنه هو لديه القوة التكوينية
تكوينية أو ما أعطاها الله سبحانه وتعالى. اسمها ولاية تكوينية. ولاية تكوينية ترجع لها جميع ذرات الكون. الولاية التكوينية. نعم الولاية التكوينية. لكن هذه الولاية التكوينية التي عند الإمام سلام الله عليه ليش ما استخدمها أنت تقول يحتاج 40 رجل؟ أنا أثبت لك بالتاريخ أنه الأنبياء أتوا من ولاية التكوينية. والدليل فرق البحر وإحياء لا 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 لا, لا 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 الأنبياء ما عندهم ولاية تكوينية سمحت الشيخ. من قال إن الأنبياء عندهم ولاية تكوينية؟ نحن لا نقول بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم شج رأسه وكسرت رباعيته في أحد. زكريا ماذا حدث له؟ يحيى ماذا حدث له؟ الأنبياء من قال إن الأنبياء عندهم ولاية تكوينية؟ يا شيخ الولاية التكوينية ده شرك في ربوبية الله تبارك وتعالى. أنتم عندكم الولاية التكوينية أن جميع ذرات الكون يتحكم فيها الإمام. لو عايز ينقل اللابتوب اللي أنا قاعد عليه الآن في مصر إلى العراق وينقلنا إلى العراق والإمام يطير على فين؟ ده هذا كذب يا شيخ. بص الولاية التكوينية تنشدها في هذا الكتاب. انظر معايا في كتاب مدينة المعاجز في المجلد الأول لهاشم البحراني. أعوذ بالله من هذا الكفر كما ترى في هذه الآن لأن الحوار مع حضرتك كاميرا. في كتاب مدينة المعاجز لو قرأت بس لحضرتك صحة السند والروايات في بس في الفهرست يقول إحياء الإمام علي للميت للموتى، إحياء ميت، تكليم جمجمة كسرى، تكليم الشمس للإمام علي، إحياء سام ولد نوح، إحياء أم فروة، الطيور الأربعة التي أحياء الإمام علي، إحياء الإسرائيليين الحوتتين سمك يعني أحياء، كلام الدب للإمام، كلام الذئبين، الإمام يطير، الإمام يكلم الثعبان، الرجل اللي أغضب الإمام علي فصار غراب، رجل سب الإمام علي، الإمام علي قلب رأسه رأس خنزير. بالله عليك والله العظيم ما بجد هذا في أفلام الكرتون بتاعت الأطفال. لا 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 هون عليك يا شيخ. تسمع بقى يا شيخ. خلي نقاشنا يكون علمي، لا تتعامل بهالشكل. ما هو انا جايب وانا بناقش منين يعني شيخ؟ وانا جايب لك كتب اهل السنه. انا لا لا التوراه يا شيخ، بص التوراه في يدي هو الله. بص التوراه ما استدللت عليك بها، مع ان علماء كما قال الصدوق وغيري ان الائمه ذكروا في التوراه. تعلم ذلك ان الصدوق قال ان الائمه ذكروا في التوراه؟ تعلم هذا؟ ما اسمعك، صوتي قطع. هل تعلم ان الامام ان الصدوق قال ان الائمه سلام الله عليهم ذكروا في التوراه؟ نعم اعوذ بالله. الله يذكر الائمه في التوراه ولا يذكرهم في هذا الكتاب في الامه التي ستقام عليها الحجه. الله يقيم الحجه على اليهود في التوراه على الائمه الاثني عشر. وما مالهم مال الائمه الاثني عشر ولا يذكرهم في القران الكريم؟ كفاكم تعني في الله. ذكروا في الكتاب، لكن انت ما تريد تسمع. ذكروا في الكتاب وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. بس اسمح لي اعوذ بالله. تفضل اكمل سوره الانبياء. هاي مساله. لا خلاك المساله دي، ما تخرجش ما تخرجش عنها. انت تتبوع، انت الحديث ما تتوجه بالصوره الصحيحه. انت شو تسوي؟ لا تعال الاول قبل ما حضرتك تقول لي شو تسوي. الايه اللي حضرتك قراتها عليا، لماذا فعلت هذا الامر؟ الايه معلش انا مش هقول تدليس. الايه هي يا شيخ في سوره الانبياء اهي في المصحف في يدي، الايه رقم 73. نقرا الايه التي قبلها. ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. مال الأئمة هنا يا شيخ؟ ليه تكذب حضرتك يا شيخ؟ بس اعطيك مجال، بس تسمح لي أنا واضحة الفكرة عندي. أفهمك شو تريد تقول، بس أنت ما جاي تخليني أوصل للفكرة اللي أنا أريد أوصلها. اتفضل. ثانيا النت عندك يقطع، يعني مو كل الأشياء أصلا. لا النت إن شاء الله جيد وكويس، وأنا طلعت لك الآية اللي حضرتك بتستدل عليها. ما تجيب لي آية تتكلم عن يعقوب وعن إسحاق أو عن بني إسرائيل وبعدين تجيبها لي في الأئمة، أنا لا أقبل ذلك. اتفضل. بس اسمح لي، أولا إحنا عندنا دليلين كثير من بداية الحديث. راح أرجع لبداية الحديث. عندنا دليلين، القرآن والسنة. واضح؟ هات القرآن الأول يا شيخ، قل لي الأول القرآن لا يوجد فيه آية محكمة وسنرجع إلى السنة. القرآن والسنة اثنيناتهم دليل واحد. مو كل شيء ما موجود بالقرآن هو مو حقيقة. يعني كل شيء ما موجود بالقرآن هو مو حقيقة؟ أنا لا أقول ذلك، ولكن الله قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. نوح مذكور في ربع القرآن في 29 في 21 سورة ذكر نوح عليه السلام، في 43 موضع ولا يذكر الإمام. عجيب. بس اسمح لي يعني كل شيء ما ذكر في القرآن وليست بحقيقة؟ أنا لا أقول ذلك، أنا لم أقل ذلك، وبقول لابد أن احنا نرجع إلى القرآن الكريم وما في مشكلة.
لكن انا لابد ان احنا نرجع الى السنه ولكن الاصل فين؟ اذا ما وجدنا لها في القران اين نذهب؟ هنذهب للسنه. ولكن يا شيخ بص لي كده يا شيخ، هذا كتاب شرح اصول الكافي للسيد جعفر الحسين الشيرازي، يقول ان اصول الاعتقاد موجوده في القران الكريم. اين اجد اصول اعتقادك بالائمه الاثني عشر؟ تفضل الكتاب هو في يدي اهو كما ترى. شلون ما اشوف انت سالفني ما اشوف في كتاب شرح اصول الكافي، عرفت لك الكاميرا هون، السيد جعفر الحسين الشيرازي يقول ان اصول الاعتقاد موجوده في القران الكريم. اين اجد الايمان بالائمه الاثني عشر في القران الكريم؟ تفضل. انا قلت لك طريقين عندنا، طريق القران وطريق السنه. ليس كل ما وجد في القران هو مو حقيقه. واضح الفكره لو مو واضحه؟ يا الله انت الظاهر ما تريد، يعني بالك فتشي واحد وتريد تفهمه، ما تريد تفهم الشيء الاخر. ماشي عموما كل ما ذكر انا اثبتت لك ان ما فيش حاجه في القران تنفعك. تعال للسنه بقى، هات للسنه. نبدا بحديث الغدير ولا تبدا بماذا؟ عندك اشكال بحديث الغدير؟ كثير، اشكالات كثيره. اول اشكال اقول لك هات لي تفسير علي انه فهم من الحديث انه يقصد به الخلافه. هل استدل عليه ابن ابي طالب بحديث الغدير على خلافته؟ اسمح لي انت سمعت البحث اشبع بحثا السيد كمال الحيدري؟ خوان قول ما سمعته بالتاكيد، ما طال مطلع وده تقرا وده تبحث، اذا وصلت وسمعت 100%. بس انا اريد ان اقول لك شيء يعني لعله يصدم حضرتك. لا شك ان بيعه الغدير اعظم عندك وافضل البيعات، لكن للاسف يعني الله سبحانه وتعالى ذكر بيعه النساء في القران ولم يذكر بيعه الغدير. قال تعالى: يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن. فاين اجد بيعه الغدير؟ هل بيعه النساء اهم من بيعه الغدير؟ لماذا ذكرت بيعه النساء في القران ولم تذكر بيعه الغدير؟ اياك تقول لي برضه علشان ياتي واحد ويقول البيعة في البداية لقبول الإنسان المسلم، أما هذه البيعة فهي للختام. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك والله يعصمك من الناس. فما بلغت رسالتك يا شيخ، حتى الآية مش عارفها. بص يا شيخ أقول لك في كتاب تفسير البرهان في المجلد الثاني كما ترى الآن، في هذه الآية، في تفسير هذه الآية، يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء دنوت من ربي حتى. أي تفسير هذا؟ أي تفسير؟ تفسير البرهان في تفسير القرآن للعلامة المحدث السيد هاشم البحراني والمدرسي. أنت عندك تسجيل للمدرسي، لو تحب أسمعك الآن تسجيل المدرسي، إن جبريل نزل على محمد وقال له بلغ، ولكن رسول الله كان خائفا من أن يبلغ من هؤلاء الذين خايف على الإمام علي، فقال له جبريل بلغ، فبرضو النبي صلى الله عليه وسلم انتظر ولم يبلغ خوفا على الإمام علي سلام الله عليه، حتى جاء التهديد الوعيد للنبي: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل. أكبر تهديد في القرآن لمحمد: وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. هو التهديد مو تهديد بمعنى شنو هو؟ يعني أنه أن الرسالة ما قابلينها من عندك. هو كان انه اذا ما بلغت ما اكتملت الرساله، ما تتم الرساله، فلا بد ان تبلغ. طب لماذا كان رافض يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعوذ بالله الله سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ وكان عدد المسلمين قله، في حجه الوداع النبي خايف يبلغ؟ اعوذ بالله، ده النبي بلغ في مكه، بلغ في ما هو. اسمعني بس، ما انا سمعت تسجيل المدرس الان. النبي صلى الله كفاكم طعن في رسول الله يا شيخ ماهر. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ صناديد قريش في مكه، وضع على ظهره جبل جزور، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بلغ صلى الله عليه وسلم لم يتوقف عن التبليغ. وانتوا تيجوا دلوقتي تقولوا النبي صلى الله عليه وسلم فرفت؟ اعوذ بالله. لا النبي ما كان خايف، بس اسمع لي، ما كان خايف. النبي كان يبلغ في مكان معين في زمان معين، لكن الله اختار الزمان والمكان وقال بلغ في هذا الزمان والمكان، هذا المختلف. فين فين فين؟ انا في ايدي كتاب تفسير البرهان اهوت في المجلد الاول، اين اجد كلام حضرتك هذا يا شيخ؟ قلت لك ما سطيني مجال، انا ارسل لك التفسير المناسب يا شيخ. انا في ايدي المجلد الاول هو ما عندي الامكانيه اللي عندك كلها التفاسير.
نعم انا اعلم ان حضرتك ما عندك الامكانيه ولقد هبل حبيبي جبرائيل في وقت علي بن ابي طالب. بص فين فين ارجد هذا الكلام يا شيخ؟ للاسف حضرتك شيخ ما عندك دليل خالص. عموما اصل لنا حضر النياده حضرتك، وبالله عليك فكر يا شيخ ماهر، لان الحياه واحده، ورب الكعبه علي لم يستدل بايه التبليغ، ولم يستدل بايه الولايه، ولم يستدل بايه الابتلاء. قسما بالله لا يوجد انسان خائف، انسان متغيب غيبه كبرى منذ 1200 عام. اجداد اجداد اجدادك كانوا يقولون اللهم عجل لوليك الحجه، ولم يخرج. تسنن يا شيخ وانجو بنفسك من النار. مش هقول لك تسنن، فكر مره اخرى. شكرا لك يا شيخ مان. جزاك الله خير، وانا اشكرك على هذه المحادثه اللطيفه. شكرا. وكنت خلوق وانسان طيب. شكرا. وانا اتشرف بك كصديق واخ. شكرا. ان شاء الله ونتواصل. وابعث لك بعض المقاطع ان شاء الله اللي قالوا ياك اللي نوصل بها للنور والحقيقه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا يا شيخ مان. اسال الله ان يهدينا واياكم الى صراط سوي ان شاء الله. امين امين. انا عايز بس اقول لحضرتك بشرى في الاخر، والله والله يشهد عليا ان احد مقلدي اليعقوبي او من اتباع اليعقوبي المعمم اهتدى منذ حوالي، واخبرني منذ حوالي 10 ايام ومتواصل معي دائما، ولكن لا استطيع ان انا اخبر باسمه. فان شاء الله الله يشرح صدرك ان شاء الله وصدرك. لا لا تخاف لا تخاف، احنا عندنا هنا حريه الفكر وحريه الراي جدا جدا في العرب بالذات. الانسان براحته براحته، اذا انا اجد اليوم الحقيقه القران يقول قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره اعدت. هذه عليها عليها مش أعد. نعم اسال الله ان يشرح صدرك عليها من ناحيه الغلاظ يعصونا. نعم فالمهم فالانسان يكون يخلص نفسه. نعم هذا اهم شيء عنده، قوا انفسكم القران يقول. نعم فانت لا تخاف، احنا عندنا حريه فكر وحريه عقيده، واذا وجدنا في هذا الطريق الصح والحقيقه صدقني يشهد الله على ما اقول. الله يحفظك. شكرا. الله يحفظك. حفظك الله. شكرا لك يا شيخ. هات السلام بالدعاء ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا حبيبي. السلام. اسال الله ان يهدي. شيخ كبير ماهر آل شحاذة المسعود، شيخ كبير من مشايخ الشيعه، كما ترون لا دليل، لا دليل من القران ولا من السنه، على 40 دقيقه لا يوجد اي ادله البتة. بيقول لي ما عند الامكانيات التي عندك. نسأل الله ان يهديهم يا رب، اللهم اشرح صدورهم الى الحق، اللهم اشرح صدورهم الى الحق. الحكم لك ايها المشاهد الكريم.